الجامعه الوطنيه لجمعيه المستهلك هي في صدد واحد الدراسه ديال النظره ديال للمستهلك لهذه المنتوجات ديال الصناعه في المغرب باش نعرفوا ونعرفوا كذلك اشنا هو المنتظر او اللي كتسناوه المستهلكين من من المنتوج المغربي، لان ما نساوش بان ملي كننتجوا واحد المنتوج راه كنبغيو نسوقوه وغنبغيو نسوقوه للمغاربة الدرجة الأولى كنظن، يمكن التصدير حتى هو مهم، ولكن اللي كيهمنا حنايا كحركة استهلاكية مغربية هو الاستهلاك المغربي والمغربي في المساهمة ديالو في استهلاك منتوج وطني منتوج مغربي. نحن مغاربة وطنيون كنبغيو نستهلكو مغربي، ولكن كاين جوج ديال الحوايج، جوج ديال الحوايج اللي دائما حنا كنطلبوا بهم وما عمرنا ما غنتخلاو عليهم، هي أنه يكون عندي منتوج ذا جودة، ثانيا يكون عندي احترام لحقوق المستهلك. جوج ديال الحوايج اللي ما فيهمش شي حاجه اللي فيها النقاش، وكنظن الى الموردين فهموا هاد الميساج هذا ولا هاد الاشاره هذه، فكنظن بانه راه غادي نكونوا حنا كمستهلكين كنستهلكوا مغربي وملزمون اننا نستهلكوا مغربي.